فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر الحنابلة رحمهم الله أن النهي عن البيع بعد النداء الثاني هو خاص بمن تلزمه الجمعة، فإذا كانت المرأة تبيع عند باب المسجد فهل يجوز لي أن أشتري منها؟ أن تجب عليك الجمعة فلا تشتري، بل اذهب للصلاة للخطبة، أنت تجب عليك الجمعة والمرأة ما تجب عليها. نعم، لكن مرة مثله تشري منها أو مسافر ما تجب عليه الجمعة لا بأس. نعم فضيلة الشيخ، لكن ليس معنى ذلك أن الدكاكين تفتح وقال هذه للي ما تجب عليهم الجمعة، ما يجوز هذا. نعم.